يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. دايما حلقات الترند بتبقى ساخنه جدا وفيها العديد من المواضيع والمناقشات الهامه اللي دايما بنتكلم فيها مع حضراتكم، وبتكون معظمها من خلال تفاعلات حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه على السوشيال ميديا، ودي طبعا طبيعه البرنامج زي ما حضراتكم عارفين. عندنا مواضيع كتير مهمة، كمان عندنا سؤال حلقة اليوم، وهو رأيكم أو المتسبب في النتيجة الكبيرة جدا اللي تعرض ليها فريق برشلونة امبارح بالهزيمة من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2. نتيجة كبيرة قوي، ممكن ناس كتير كانت متوقعة إن برشلونة تخسر، لكن 8-2 ده بصراحة كتير جدا جدا جدا. فإحنا عايزين نشوف تعليق حضراتكم على السؤال ده والأسباب اللي أدت للهزيمة الكبيرة دي من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وإنستجرام، وحنتواصل مع حضراتكم مع نهاية حلقة اليوم. في البداية عناوين الترند النهاردة إيه؟ يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يغلق ملف الإنتاج ويستعد الأصوات. الترند المحلي، انسحاب جديد في الدوري المصري. اما في الترند العالمي، فضيحه برشلونه حديث العالم. طيب دايما بدايتنا بتكون مع ايه؟ مع فقره ترند الترند، وفي الحقيقه الفقره دي بتبقى يعني مهمه قوي، واحنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نضيف فيها معلومه لحضراتكم في بعض التساؤلات اللي ممكن تكون بتشغل اذهان ناس كتير جدا من جمهور النادي الاهلي تحديدا وجمهور الكره المصريه بشكل عام. النهارده فقره ترند الترند فيها معلومه ومواضيع للمناقشه هنتناقش فيها مع حضراتكم على مدار هذه الفقره. في البدايه انا عايز ابتدي بموضوع رمضان صبحي، وانا عارف ناس كتير جدا مستنيه تعليقنا على رحيل اللاعب عن النادي الاهلي ورغبته وانتقاله، وتحديدا لما احنا اتكلمنا مع حضراتكم زي النهارده بالظبط من اسبوع يوم السبت اللي فات، وقلنا لحضراتكم انتظروا خلال ساعات خبر صار بخصوص هذا الملف. واحنا لما بنطلع نتكلم دايما بنقول كلام مش لمجرد الفرقعه او مش لمجرد ان احنا نركب الترند وكلام من ده، احنا مش بتوع الكلام ده من الاخر يعني. لكن احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم من خلال معلومات، وبيبقى هدفنا دايما ان احنا نطمن حضراتكم كجمهور تحديدا للنادي الاهلي، بيبقى الهدف بتاعنا ان احنا نطمنكم. موضوع رمضان صبحي كان الكل مستصعبه، وكان تحديدا الجماهير اللي بتنتمي للنادي الاهلي كانت مستصعبه الموضوع شويه، كان عندهم تفاؤل ان اللاعب يكون موجود، لكن الاستصعاب هنا كان بخصوص المقابل المادي الكبير اللي طلبه هدرسفيلد بالنسبه للاعب وطول فتره المفاوضات زي ما حضراتكم عارفين. فمن هنا احنا قلنا لحضراتكم ان هيكون في خبر صار بخصوص رمضان صبحي. ولما اتكلمنا وقلنا الجزئيه دي تحديدا، كان الاهلي خلص التفاوض رسميا مع فريق هدرسفيلد من خلال الحصول على مكاتبه رسميه بالموافقه على بيع رمضان صبحي للنادي الاهلي بمبلغ كام؟ بمبلغ 3,250,000 استرليني. كان خلاص الاهلي تقريبا خلص كل حاجه، كان ناقص بعض الامور والاجراءات عشان تبقى ايه؟ عشان النادي الاهلي يعلن بشكل رسمي. وبالتالي كان من هنا الخبر ده، وكان من هنا رؤيتنا ان احنا دايما نحاول نطمن حضراتكم وفي قصه تحديدا مهمه زي دي. لكن اللي يهمني انا، او مش انا، او اللي يهم اي واحد من اللي بينتمي للنادي الاهلي، هو خطوات النادي وإدارته لهذا الملف كانت عاملة إزاي، وده كان واضح للجميع في الحقيقة، والنادي الأهلي أعلن عنه كمان بتفاصيل بأنه نجح في التفاوض مع هدرسفيلد. الأهلي نجح في التفاوض مع هدرسفيلد، وبالمناسبة الأهلي ما نجحش مرة ولا اتنين، الأهلي نجح 3 مرات في المفاوضات مع فريق هدرسفيلد، بدليل الإعارة الأولى اللي كانت لمدة 6 شهور مقابل 800,000 استرليني، والأهلي وفى بالتزاماته فيها ونجح إن هو يحصل على خدمات اللاعب. والجزئيه الثانيه وهي او النجاح الثاني كان لما الاهلي حصل على خدمات اللاعب لمده سنه مقابل 1,600,000 استرليني، والنجاح الثالث الحالي اللي هو لما الاهلي نجح في شراء اللاعب او نجح في حصول على الموافقه من قبل هدرسفيلد. فالاهلي ما قصرش، الاهلي لم يقصر، الاهلي نجح في كل الخطوات بتاعته تمام. لكن فوجئنا بحاجة تانية،
ما كانتش على البال، ما كانتش على الخاطر طبقا لتصريحات اللاعب بنفسه. طبعا احنا هنا مش عشان نغلط في لاعب هو اختار نادي غير الاهلي، مش ده الاهلي. انت ممكن تطلع تدافع عن الاهلي بخصوص مقوله شخص او حديث شخص بيهاجم فيه او بيغلط في النادي الاهلي، ده دورك هنا في قناه النادي، او ده حاجه متعارف عليه في قناه النادي. لكن رمضان ما غلطش في النادي، رمضان اختار رغبه تانية، وهي الرغبه اللي كانت غير متوقعه. بناء على ايه؟ بناء على تصريحات اللاعب الاعلاميه السابقه واللي قال فيها حاجات كتير قوي، اللي هي ايه؟ اللي هي جزئيه انه مش هيلعب في مصر غير للنادي الاهلي، وجزئيه انه عمره ما هيروح فريق الاسيوطي سابقا. ده كان تصريحات اللاعب نفسه. فخلاص طبيعي ان رمضان مجرد ما الاهلي ينهي الاتفاقات مع فريق هدرسفيلد هيحصل على توقيع اللاعب. فهنا كانت الرغبه مختلفه عند اللاعب، تحترم، نتمنى له كل التوفيق. وتعودنا من النادي الاهلي دايما ان اللي يشتريني اشتريه واللي يبيعني ابيعه. ده دايما امر متعارف عليه في النادي الاهلي. الجزئيه كمان اللي عايز اتكلم فيها وبعض الجماهير دايما بتتكلم فيها بشكل كبير قوي، وهي حته الانتماء ما بقاش موجود. وفي الحقيقه دي جزئيه مهمه جدا، عشان نبقى متفقين مع حضراتكم، الانتماء بس دلوقتي بقى عند الجمهور، لكن في بعض اللاعبين اللي عندهم انتماء لفرقهم. وانا لازم اخص بالذكر في موقف زي ده حسين الشحات اللي ساب ملايين الدنيا وقرر الانضمام للنادي الاهلي، عشان هو منتمي للنادي الاهلي وعشان هو بيحب النادي الاهلي. فلسه الموضوع ده موجود، لكن انتماء الاساسي للجماهير. دي جزئيه رمضان صبحي، وكان لازم ان احنا نوضح لحضراتكم فيها كلامنا كان ازاي وكان بناء على ايه، لان ده دورنا ان احنا نكون واضحين مع حضراتكم في كل تفصيله احنا بنتكلم فيها. فاعتقد النقطه دي خلاص وضحت، ونقطه ومن اول السطر، وعندنا امور كتير جدا اهم اكيد هنتكلم فيها خلال الفتره اللي جايه. عندي بقى معلومه قبل ما اروح للمناقشه الاخرى، بس هختم الجزئيه دي بمعلومه مهمه قوي. والكتير طلع اتكلم قال ايه؟ قال ان في لاعب اخر من الاهلي ممكن يروح بيراميدز او ممكن يروح اي نادي اخر، وان ممكن ان انت تدور على شرط جزائي في عقده ثغره وكلام. الكلام ده يا جماعه غير حقيقي، والمعلومه اللي بتاخدوها مننا هنا دلوقتي معلومه مؤكده. دلوقتي في قائمه النادي الاهلي اي لعيب يخطر على بالك، اي لاعب يخطر على بال حضراتكم، مفيش اي شرط جزائي في عقده خالص. ولا لعيب في قائمه النادي الاهلي عنده شرط جزائي يقدر اي فريق من خلاله ان هو يشتريه او يدفع شرط جزائي وياخده. الموضوع ده مش موجود. الكل مرتبط بعقود مع النادي الاهلي، كل المتواجدين في القائمه دلوقتي مرتبطين بعقود مع النادي، ومكملين لحد اشعار اخر، لحد العقد ما ينتهي يتم التجديد، الاهلي يستغنى، اللاعب يكون ليه قرار ثاني. دي امور كلها تفاوضيه، امور كلها بتحصل، مفيش اي مشكله خالص. لكن اللي لازم اكد عليه ان مفيش اي لاعب دلوقتي موجود في قائمه النادي الاهلي عنده شرط جزائي بما فيهم حمدي فتحي من الاخر يعني. لان الكلام كان كتير جدا عند بعض الاعلاميين خلال الفتره اللي جايه، وبالتحديد بعد موضوع رمضان صبحي. طيب ده ملف مهم اتكلمنا فيه. الملف الاخر هو فيما يتعلق بنجم النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهرباء، والجزئيه دي غايه في الاهميه، لان كتير جدا حاول اقحام الاهلي في الملف ده، والكتير بيحاول يصدر لجمهور الكره المصريه ان النادي الاهلي استخدم فريق ديسبورتيفو افيس البرتغالي على انه كوبري ويرجع من خلاله كهرباء على النادي الاهلي. لكن الشهاده هتيجي من مين؟ هتيجي من الاتحاد الدولي لكره القدم. الاتحاد الدولي امبارح قال لك ايه؟ قال لك الاهلي ملوش دعوه. من الاخر كده يا جماعه، انتوا دلوقتي في نزاع، في خناقه مثلا، او مش خناقه يعني، في البعض ليه وجهه نظر معينه، شكاوى من نادي الزمالك مثلا، وله كل التقدير والاحترام، ده امر طبيعي. لكن جزئيه مهمه ان تم الحديث على ان محمود عبد المنعم كهربا الاهلي لازم يتغرم وكلام طبقا للشكاوي يعني. مش عايز اخوض في الجزئيه دي كتير جدا، لكن اللي يهمني شهاده الفيفا. والفيفا اتكلمت وقالت ان موقف النادي الاهلي سليم 100%، وان النادي الاهلي اتبع كل الاجراءات القانونيه واللوائحيه السليمه في التعاقد مع اللاعب. الاهلي جاب كهربا منين يا جماعه؟ برضه عشان الموضوع يبقى واضح للجميع والناس كلها عارفه، الاهلي جابه عن طريق صفقه انتقال حر بعد ما اللاعب فسخ تعاقده مع الفريق البرتغالي. فبالتالي الموضوع معروف، والاهلي ملوش اي دعوه بالقصه دي. الاهلي دايما بيتبع الاجراءات القانونيه المطلوبه في التعاقد مع اي لعيب او مع اي مدير فني او مع اي واحد ينضم للنادي الاهلي ايا كان مركزه وموقعه. والاهلي كمان له الحق خلال الفتره اللي جايه ان هو يدافع عن اللاعب بتاعه
طبقا للطريقه اللي هو يشوفها مناسبه بالنسبه له، لان كهربا لاعب في النادي الاهلي وكهربا موجود في الفريق وعلى قوه النادي الاهلي، فدي جزئيه طبعا تخص اداره النادي في كيفيه الدفاع عن اللاعب. هنتابع القصه خلال الفتره اللي جايه، لكن النادي الاهلي بريء تماما من ما يقال في الوسط الرياضي او ما يقال وسائل الاعلام ان اللاعب او الاهلي هو صاحب الفكره ان اللاعب يطلع بطولي، كان ده غير واقعي بالمره. دي كانت فقره ترند الترند، واعتقد ان احنا اتكلمنا فيها في بعض النقاط المهمه اللي حبينا نوضحها لحضراتكم، واعتقد ان هي وضحت بشكل كامل جدا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبار النهارده، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح لفقره ترند الاهلي واللي اتكتب على السوشيال ميديا عن النادي الاهلي تحديدا النهارده، عايزين نتكلم عن مباراه امبارح امام فريق الانتاج الحربي، وفي الحقيقه هي مباراه كانت قويه جدا. فريق انتاج ظهر بشكل جيد في المقابل، بصراحه الاهلي ما كانش في يوم امبارح وما كانش في الاداء المنتظر منه من قبل الجماهير اطلاقا في الحقيقه، وممكن يكون ده امر منطقي نسبيا، ممكن يكون منطقي نسبيا بسبب طول فتره التوقف اللي كان عليها كل الفرق في الحقيقه. وحتى لما نيجي نلاحظ المباريات كلها في بطوله الدوري، يعني بنحب نتابع ونشوف، هتلاقي المستوى الفني مش اعلى حاجه خالص ومش احسن حاجه في الدنيا يعني. فمع تولي المباراه باذن الله واثقين كل الثقه في الجهاز الفني واللاعبين، لان هم في الحقيقه عاملين حتى الان موسم اكثر من رائع، والاهلي لم يتعرض للخساره اطلاقا، واثقين جدا خلال الفتره الجايه ان الامور هتتعدل وهتبقى في الاتجاه الصحيح تحديدا في الجانب الفني، لان احنا عندنا مجموعه من اللاعبين المميزين جدا في الفريق، وعندنا جهاز فني غايه في التميز. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الامور تسير بالشكل الجيد. وفي الحقيقه في ميزه في القصه بتاعت امبارح دي، يعني امبارح لما الاهلي اتعادل و يعني خسر نقطتين في المباراه وفي مسابقه بطوله الدوري، لكن في نفس الوقت لما السلبيات تظهر بدري وفي توقيت زي ده افضل ما تظهر في التحديات المهمه والمباريات الاهم. وطبعا اكيد انتوا عارفين المباريات الاهم هي مباريات دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان انت عندك اريحيه نسبيه، ودي نقطه مهمه قوي في بطوله الدوري بسبب فارق النقاط. ما حسمتش بطوله الدوري، انت ما حسمتش بطوله الدوري، لان الاهلي دايما احنا عارفين الاهلي ما بيحسمش البطوله غير لما يبقى فارق النقاط لا يعوض، حتى الان فارق النقاط لا قدر الله ممكن يعوض بالنسبه للنادي الاهلي، لكن احنا ماشيين كويس في بطوله الدوري، لكن التحديات الاهم باذن الله تتعالج فيها السلبيات بتاعت امبارح والاخطاء اللي بتظهر خلال الفتره الحاليه في المباريات الافريقيه، لان دي البطوله الاهم واللي بينتظرها دايما جمهور النادي. خلينا نروح نشوف ترند الاهلي النهارده، يلا بينا. الصفحه الرسميه للاهلي اليوم على فيسبوك نشرت انتظام ياسر ابراهيم واحمد الشيخ في التدريبات الجماعيه. من الحساب الرسمي للاهرام قال ان فايلر يصحح اخطاء مباراه الانتاج قبل مواجهه اسوان. كمان صفحه ماجيكانو على فيسبوك اشادت باعتراف فايلر بسوء الحاله والاداء، وان افضل حاجه تصحيحه في الفتره القادمه. من الوطن سبورت على تويتر كتبوا ست مباريات تفصل كهربا عن اللعب مع الاهلي. شرط وحيد يعيد صالح جمعه لحسابات فايلر، ده الحساب الرسمي ليلا كوره على انستجرام. الحساب الرسمي لموقع مبتدا على تويتر قال ان الاهلي حسم بديل رمضان صبحي. الحساب الرسمي للكاف على تويتر عملوا استفتاء عن مين اللي هينجح في عدم استقبال اهداف في دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. نجمنا اللاعب النادي الاهلي رامي ربيعة حصل على اكثر تصويت بنسبه 57%. طيب دي كلها الاخبار او الموضوعات اللي تم الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وانا عايز ابتدي بالصفحة الرسمية للنادي الاهلي على فيسبوك واللي نشرت صورة انتظام ياسر ابراهيم واحمد الشيخ في التدريبات الجماعية، او عفوا تحديدا للاهلي اليوم، الصفحة الرسمية للاهلي اليوم. وطبعا عودتهم هتكون اضافة قوية جدا، شفنا احمد الشيخ الفترة اللي فاتت في المباريات الودية كان في الحقيقة بيأدي بشكل مميز جدا، في المقابل كان ياسر ابراهيم عنده اصابه في الكاحل، خلاص شفي من الاصابه تماما، والاثنين انتظموا في تدريبات النادي الاهلي بشكل طبيعي النهارده. وبالمناسبه هتكون معانا زميلتنا العزيزه نورهان طمان بعد قليل عشان نطمن من خلالها عن كل ما يتعلق بالتدريب والاصابات المختلفه. خلينا نروح للحساب الرسمي للاهرام على
فيسبوك واللي قال ان فايلر يصحح اخطاء مباراه الانتاج قبل مواجهه اسوان. طبعا احنا عارفين ان بعد كده المباراه اللي جايه هتكون مع اسوان بعد بكره ان شاء الله يوم الاثنين، مباراه هتكون مهمه جدا في سباق بطوله الدوري، وهتكون كمان مهمه بشكل اضافي لان هي بتسبق مباشره مباراه الزمالك في قمه بطوله الدوري يوم السبت القادم باذن الله تعالى، فبالتالي هيكون فيها بعض الاستعدادات الخاصه الفنيه اللي ممكن نشوفها خلال سواء التدريبات الحاليه او كمان خلال المباراه بتاعه اسوان. ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي، وخصوصا ان الاهلي ما بيقفش عند نتيجه مباراه، لا خلاص مباراه خلصت انت تعادلت بتفكر في اللي جاي على طول وتصحح اخطائك وتحاول ان شاء الله باذن الله ان انت تعدل ادائك، وده اللي هيحصل باذن الله تعالى. خلينا نروح لصفحه ماجيكانو على فيسبوك واللي اشادت باعتراف فايلر بسوء الحاله والاداء، ودي في الحقيقه ميزه ان مستر ريني فايلر المدير الفني، يعني بصراحه في بعض المدربين بيكبروا شويه، لكن الراجل دغري وصريح كده جاي معاك ايه سكه، احنا النهارده وحشين، اه يا جماعه احنا النهارده وحشين، انصح اخطائنا هنشتغل على نفسنا نشوف ايه اللي ناقصنا ونحاول نعدل في الماتشات اللي جايه، ودي الثقافه المطلوبه في الحقيقه دايما، ودي ثقافه كمان مستر ريني فايلر. طيب خلينا نروح للوطن سبورت على تويتر وكتبوا 6 مباريات تفصل محمود كهربا عن اللعب مع الاهلي، وفي الحقيقه كهربا من اللاعبين المميزين جدا الاضافه بكل تاكيد للنادي، وناقص له 6 ماتشات بعد الايقاف اللي كان تعرض ليه بسبب ما حدث في مباريات او في مباراه السوبر المصري تحديدا، فيعني الماتشات اللي هيغيب عنها كهربا خلال الفتره اللي جايه اسوان، الزمالك، الجونه، المصري، البورسعيدي، وادي دجله، وحرس الحدود، بعديهم مباشره ان شاء الله يكون متاح للجهاز الفني للمشاركه في المباريات بالشكل الطبيعي. طيب كمان عندنا بعض الامور وموضوع مهم جدا هو فيما يتعلق بصالح جمعه، بيعلق عليه الحساب الرسمي يلا كوره على انستغرام وبيقولوا ان في شرط وحيد هو اللي ممكن يخلي صالح جمعه يشارك في التدريبات، او عفوا هو بيشارك طبعا في التدريبات دلوقتي، يشارك في المباريات الفتره الجايه مع مستر ريني فايلر. هو خلال كلامهم وهو في الحقيقه كلام اقرب للواقع بشكل كبير وبنسبه كبيره جدا، ان اللاعب بمجرد ما يكون جاهز بدنيا بنسبه كبيره سواء في استحواذه على الكره او في تحركاته بالكره او بدون الكره، فبالتالي ممكن يلجا لمستر ريني فايلر. وفي الحقيقه احنا في الاخر ما نقدرش نعلق على الرؤى الفنيه اللي بتخص كل مدير فني، ده امر مفروغ للجهاز ككل وللمدير الفني تحديدا مستر ريني فايلر، لكن صالح جمعه اكيد من اللاعبين المميزين واللي اكيد ان شاء الله في حاله جاهزيته الفنيه والبدنيه التامه ممكن يكون اضافه للنادي الاهلي حسب رؤيه مستر ريني فايلر المدير الفني الجديد. طيب خلينا سريعا نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه الاهلي عشان نطمن من خلالها على استعدادات النادي الاهلي للمباراه القادمه وعقب كمان التعادل بالامس مع فريق الانتاج الحربي. يا نورهان مساء الخير. مساء الخير عليكم، مساء الخير مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مساء الخير عليك يا أمير. احنا هنا من فرع النادي بالجزيرة، طبعا يعني الهدوء شوية بيخيم على المكان بعد الفريق الأول أنهى طبعا تدريباته صباح اليوم. كان في يعني جلسات مكثفة لريني فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل المران، واللي يعني كان بيحسهم على غلق ملف مباراة الانتاج تماما، زي ما احنا عارفين طبعا مباراة امس اللي انتهت بالتعادل الايجابي لكل فريق بهدف لكل فريق. كمان كان في جلسات لفايلر مع الجهاز الفني للوقوف على اخر مستجدات الفريق الفنية، وكان في كمان جلسة خاصة مع كابتن سيد عبد الحفيظ لبحث ايجابيات وسلبيات الفريق في الفترة الحالية. تمام. طيب احنا عايزين نطمن يا نورهان على المران تحديدا والشق اللي دايما بيهم جمهور الاهلي وهو فيما يتعلق بالاصابات واخر التطورات، عرفنا النهارده ياسر ابراهيم واحمد الشيخ شاركوا، ايه الجديد، ايه الكواليس اللي حصل في التمرين بتحديدا بخصوص الاصابات يعني؟ طبعا احمد الشيخ كان اصيب بكدمه بسيطه في مران الفريق، وكان ياسر ابراهيم برضو كان عنده اصابه في الكاحل في اخر وديه خاضها الفريق امام الجونه. الاثنين النهارده الحمد لله شاركوا في التدريبات الجماعيه، وده طبعا خبر سار جدا لجماهير النادي الاهلي، بيقوي قائمه الفريق قبل طبعا المباريات اللي جايه في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا. يمكن طبعا على مستوى الاصابات احنا عندنا زي ما احنا عارفين محمد محمود وكريم ندفت، يمكن محمد محمود طبعا بيتم تاهيله الفتره الحاليه بشكل فردي، انما كريم ندفت لسه يعني مده تحديد هو قرب ولا لا لسه شويه ما تحددتش من الجهاز الفني مع الطبي.
تمام ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل والعوده سريعا، لان اكيد هم هيكونوا اضافه للفريق في قائمته وفي خلال المواجهات المهمه. لكن عايز اطمن من خلالك كمان على البرنامج الخاص بالفريق حتى موعد مباراه ان شاء الله اسوان بعد غد يا نورهان. بصوا الفريق هيدخل طبعا ان شاء الله معسكر مغلق، كان النهارده تمت المسحه الطبيه وفقا لبروتوكول وزاره الصحه قبل مباراه اسوان المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل. المسحه الطبيه طبعا اقيمت النهارده قبل 48 ساعه من المباراه، معسكر جاد للفريق قبل مباراه اسوان مركز فيها مستر ريني فايلر بشكل كبير جدا لتلافي اخطاء مباراه الانتاج الحربي، كمان علشان يعني تكون بروفا قويه لمباراه الزمالك اللي هتكون ان شاء الله يوم السبت القادم. طبعا مباراه القمه طول الوقت هي الشغل الشاغل لجماهير النادي الاهلي، فريني فايلر مدرك ده كويس جدا، ويعني كمان قال انه مش هيكون في راحه بعد مباراه اسوان وهيستأنف التدريبات مباشره، مش هيكون في راحه قبل مباراه الزمالك. ده جزء مهم من الجانب التدريبي القادم للنادي الاهلي. طبعا يعني يمكن ده على مستوى المحلي، المستوى الافريقي لسه المدير الفني مركز اكتر مع مباريات الدوري، دوري ابطال افريقيا منافس الاهلي اكيد هيكون في استعدادات خاصه ومتابعات خاصه من الجهاز الفني للفريق المغربي. تمام، اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال ما هو قادم. يا نورهان انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه الاهلي المميزه، واكيد قالت لنا كل التفاصيل اللي تتعلق بتدريبات الفريق النهارده بعد استئنافها عقد مواجهه الامس امام فريق الانتاج الحربي، واستعدادا كمان للمباراه الهامه المقبله امام فريق اسوان. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. عندنا بعض كمان او عندنا اخر حاجه ممكن نعلق عليها في ترند الاهلي النهارده، وتحديدا من الحساب الرسمي لموقع مبتدا، واللي قال ان الاهلي حسن بديل رمضان صبحي. خلينا نقول ان احنا عندنا عدد وافر اوريدي يعني في قائمه النادي الاهلي في المكان ده، عندنا كهربا، عندنا وليد سليمان، عندنا كمان طاهر محمد طاهر الصفقه الجديده لاعب مميز. طبعا ما فيش خلاف على امكانيات رمضان، انتوا عارفين راينا فيه، يعني امكانيات كبيره جدا ومميزه، لكن الاهلي ما بيقفش خالص على حد، والاهلي اعتزل في تاريخه كله عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، لكن في كل الاحوال هم قصدهم هنا في الخبر ده على محمد شريف وعودته من الإعارة، وده ممكن يكون قرار مستر ريني فايلر، لكن احنا هننتظر الرسمي دايما مع نهاية هذا الموسم. هروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل، استنونا. فقرات الترند لسه ما خلصتش النهارده، عندنا كلام كتير في الترند المحلي تحديدا، نروح نشوفه، يلا بينا. الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على فيسبوك للجهاز الفني المنتخب يحضر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي. الحساب الرسمي لموقع الوطن سبورت اليوم، طاهر ينتظم في تدريبات المقاولون لتحديد موقفه من المشاركة أمام الإنتاج. الحساب الرسمي لموقع بطولات على تويتر قال مدرب منتخب مصر لكرة اليد يكشف آخر استعداداته لكأس العالم. طيب خلينا نتكلم في بعض التفاصيل الخاصه بالترند المحلي. انا في الحقيقه يهمني خبرين مهمين او يعني احاديث متداوله على السوشيال ميديا تحديدا فيما يتعلق بالجهاز الفني وحضور مباراه الامس ما بين الاهلي وانتاج الحربي، وده يعني اجراء متبع خلال الجهاز الفني الحالي او الاجهزه الفنيه المختلفه للمنتخبات الوطنيه. كان في تنسيق ما بين الكابتن حسام البدري ومدربين كل من الكابتن طارق مصطفى والكابتن احمد ايوب ان هم يكونوا متواجدين في مباراه الاهلي والانتاج الحربي امبارح علشان يتابعوا اللاعبين عن قرب ويقفوا على مستوياتهم، خصوصا بعد فتره التوقف الكبيره قوي خلال المرحله اللي فاتت بسبب تفشي فيروس كورونا. هم فعلا كانوا متواجدين امبارح كابتن طارق مصطفى وكابتن احمد ايوب مدربي المنتخب، واكيد كتبوا ملاحظاتهم بخصوص اداء الفرقتين او مش اداء، اداء بعض اللاعبين في الفرقتين، مش الفرقتين ككل طبعا، جوانب فنيه خاصه بالفرقتين ما لهمش علاقه بيها، هم ليهم علاقه طبعا باللاعبين المصريين المتواجدين في الفرقتين ومدى امكانيه انضمامهم للمنتخب ومدى صلاحيه ذلك يعني. فبالتالي هم كانوا متواجدين بالامس. كمان الوطن سبورت في حسابهم الرسمي اتكلموا على طاهر محمد طاهر، وده في الحقيقه طاهر يعني خبر يهمنا شويه، لان طاهر طبعا حضراتكم عارفين
ان هو لاعب النادي الاهلي الجديد اللي هينضم لصفوف الفريق بدايه من الموسم القادم باذن الله تعالى. طاهر خلال الفتره اللي فاتت كان بيعاني من اصابه في العضله الاماميه، خلاص اللاعب يعني تمثل تماما للشفاء، والنهارده بيشارك في التدريبات الخاصه بفريق المقاولون العرب قبل طبعا مباراته المقبله مع الانتاج الحربي اللي هتكون بعد بكره يوم الاثنين ان شاء الله. حته بقى ان طاهر يكون متواجد في المباراه بشكل اساسي او على دكه البدلاء دي متروكه طبعا للكابتن عماد النحاس، لكن اللاعب طبيا بقى متاح وجاهز للجهاز الفني. طيب نتمنى له طبعا كل التوفيق مع المقاولين، ومن ثم طبعا ان شاء الله مع نادي جديد النادي الاهلي. انا عندي دلوقتي مداخله مهمه جدا عبر سكايب من خلال تواجد او عفوا عبر زوم من خلال الكابتن الكبير احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق، والحارس اللي ليه باع طويل جدا في بطوله الدوري الممتاز، والاهم كمان من كل ده ان هو ناشط جدا على السوشيال ميديا نتناقش معاه في بعض الامور. يا كابتن احمد مساء الخير. مساء الفل يا هشام، على يعني مش عارف اقول لك ايه الاول، كل سنه وانتم طيبين، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين وكل جمهور الاهلي وكل جمهور الترند اللي اصبح من البرامج الرئيسيه على قناه الاهلي ولكل الاهلاويه. يعني كل اللي اقدر اقوله برنامج موفق جدا، فكره رائعه واختيار هائل ليك ولمحمد سعيد، ويعني كل يعني ان شاء الله ان شاء الله البرنامج ده هيبقى بعد كده كمان مع الـ 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 القناه زي ما بيقولوا اللي هتبقى التطويرات اللي في القناه يعني. تمام ايوه هتبقى حاجه كبيره وشغاله كويس جدا جدا. تمام. انا في البدايه كابتن احمد عايز اتكلم معاك، انا بشوفك دايما نشط على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه على السوشيال ميديا، اهميه التواصل مع جمهور النادي الاهلي او الجمهور بشكل عام من خلالك ايه، وايه اسباب اللي مخلياك ان انت دايما بتقول ارائك بشكل واضح وصريح كمان على السوشيال ميديا؟ بدايه يا امير يعني في الاول وفي الاخر الواحد كل يعني اي حد فينا ربى في النادي بيحب النادي زيه زي بيته بالظبط. كويس تمام كويس. كون ان انا اكون متواجد على السوشيال ميديا ونشط وبتعامل بتعامل مع الناس وبعرف ابدي ارائي بصوره طبيعيه، ده يعني الموضوع ما كانش بالنسبه لي غير ان انا بقول الحقيقه وبقول على صفحتي اللي انا عايزه. الموضوع كبر فجاه، مش انا اللي كبرت والله، كبر فجاه مع الجمهور، واعتقد الناس تفاعلت معايا بصوره مميزه، ولازم الناس كلها تفهم وتعرف بعد كده ان الاصل في الموضوع هيبقى سوشيال ميديا. يعني مع احترامي لكل القنوات ومع احترامي للدنيا كلها، الناس الدنيا كلها في تطور دلوقتي، انت من خلال التليفون بتتواجد مع اي حد في العالم في ثواني قليله. تمام. الكلام ده هيبقى في العالم كله، من الناس مش من السرعه اللي فيها العالم كله. اعتقد ان انت ممكن تقول رايك في موضوع ما في اي وقت وانت في اي مكان وتحت اي ظرف في ظرف ثواني، انت يا دوبك بتكتب كلمتين بوست او تويتر خلص الكلام على كده. فاعتقد ان دي ميزه ايجابيه جدا، واللي ما يشتغلش على الموضوع ده من دلوقتي هيتاخر ومش هيواكب التحضر اللي احنا فيه، واعتقد انتوا بتعملوا كده دلوقتي خصوصا البرنامج اللي انت ماسكه وتعميره ومحمد. اعتقد ان شاء الله ده اللي بيحصل دلوقتي، ده اللي كان موجود من خمس ست سنين وابتدى تطوره يظهر دلوقتي في برنامج الترند اللي موجود دلوقتي في قناة النادي. طيب كابتن فوزي انا عايز اسالك عن شعورك وانت بتشارك في المباراه الوديه لقدامى النادي الاهلي في يوم افتتاح استاد الاهلي الوي الجديد، ويعني شاركته في الحقيقه انا يعني لاحظت وكنت متواجد في الملعب، شايفك بفورمه بدنيه كويسه وبتتالق كمان في المباراه الوديه. الاول اوصف لي شعورك في المشاركه، وكمان قول لي انت ازاي محافظ على مستواك كده بالمنظر اللي انا شايفه او اللي انا شفته. طيب بدايه الاول في 2017 تحديدا في 30 ديسمبر 2017 كنت مدعو لمباراه اتلتيكو مدريد، وكتبت كده برضو على السوشيال ميديا الاهلي كبير لا ينسى ابنائه، ثاني الاهلي كبير لا ينسى أبنائه. كل واحد كان متواجد في الملعب اثناء الافتتاح حس بفخر واعتزاز وتقدير واحترام متبادل من النادي ومن اللاعبين، كلنا كنا مبسوطين ان احنا، خلي بالك في ناس ما شفناش بعض من 10 12 سنه. اكيد. في ناس ما اتجمعتش وناس ما كانتش موجوده، ومثلا واحد زي كابتن ايمن شوقي، انا اخر مره شفت كابتن ايمن شوقي سنه 97 مثلا. فانت متخيل رقم بعيد وكبير جدا. فانت بتقابل ناس بقالك كتير ما شفتهاش. وفيه على ملعب استاد النادي الاهلي. طبعا فخر وهتبقى حاجه في تاريخك، كل واحد فينا
كان حاسبها بالطريقه دي. ده حاجه هتتكتب في تاريخك، واكيد كلنا الى زوال يعني بعد موتنا الناس لما تحب تفتكر هتجيب لقطات زي دي عشان تفتكر بعض الناس اللي كانت موجوده، فطبعا دي حاجه في تاريخ كل واحد فينا. اما بقى على المستوى الفني طبعا يعني انا لسه مبطل بقى قريب يعني من 3 سنين. لا بطلت ليه؟ كان المفروض ما تبطلش في الحقيقه يعني المستوى ده. ربنا يكرمك يعني كومبليمون ظريف منك قوي. لا دي حقيقه يعني واضح يعني بتنط على كل كره بشكل مميز، واضح ان انت لسه في فورمتك رغم ان انت باين في الكاميرا قدامي تخنان شويه، لكن في الفورمه بتاعتك. لا يا راجل، لا يا راجل، انا بتمرن 7 كيلو بس. هي القصه في ان انت طول ما انت بتتمرن، او بمعنى صح مدرب حراس المرمى لازم يكون بيتمرن يوميا، لانه بيبذل مجهود زيه زي الحارس بتاعه يمكن زي لعيبه في الملعب. فانت لو ما اتمرنتش كل يوم الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك. فغالبا التمرين المتواصل على طول بيخليك الى حد ما في جزء من اللياقه والفورمه، لو مثلا 50% فدي حاجه كويسه طبعا. اكيد. طيب فرصه وانت معايا نتكلم عن مباراه الامس ما بين الاهلي والانتاج، ورؤيتك الفنيه للمباراه دي، واسباب ظهور النادي الاهلي بالشكل اللي احنا ما كناش مستنيينه. هل ده كان طبيعي بسبب طول مده الغياب عن المباريات الرسميه، ولا شايف ان في رؤى فنيه اخرى من وجهه نظر؟ الاول قبل اي حاجه لازم طبعا نتكلم في فتره الخمس شهور دي تمام بتاثر على اي حد، بس زي ما لينا زي ما علينا بتاثر على غيرنا برضو. اكيد اكيد. احنا في مرحله لسه مرحله تحضيريه، وكنا بالنادي بيها ان احنا لازم الدوري يتلعب عشان اتفق، فدي حاجه لازم الناس كلها تعيشها. تاني نقطه واللي ما كنتش احب اتكلم فيها، في حاله سلبيه كانت ظاهره على اللاعبين امبارح يمكن بخصوص مواضيع معينه، وان كانت لو في ايام طبيعيه كانت الاحاسيس هتبقى عاليه جدا، لان اول مباراه على ملعب النادي الاهلي. من غير الدخول في تفاصيل القصه دي اللي عايزين نشطبها من تاريخ النادي الاهلي، عايزين او بقول لك في حاله سلبيه. حاله ثالثه مهمه جدا، انا دايما بحب اتكلم على الجانب الفني، يعني الجانب الذهني او يعني انشغال اللاعبين بحاجه او باخرى دي مش حاجه مش لامسها او حاجه ممكن ما تكونش واقعيه بالنسبه لي، لكن الجانب الفني تحديدا رايي. هقول لك نقطه وبعدين نتكلم عنها. اتفضل. نقطه مهمه جدا، الملعب تقيل جدا ولازم لاعيبه الاهلي تتعود عليه. تمام. امبارح كتير جدا لعيبه بتزوق الكوره قدامها والكوره بتقف وهم بيسبقوا الكوره. ودي نقطه لازم الناس في النادي ياخدوا بالهم منها. تمام. لازم الملعب يترش كتير جدا قبل المباراه وبين الشوطين، لان النجيله عاليه، اعتقد ان كان من الاسهل ان احنا نسويها ونقصرها شويه. دي نقطه مهمه. الجانب الفني لو جينا اتكلمنا، انا شايف لاول مره من ساعه ما ابتدينا المباريات مع مستر فايلر يحصل في حاجات غريبة كده. مستر فايلر كان دايما بيعتمد على ان الجناح العكسي بيلعب برجليه العكسية. تمام. او الجناح اليمين يلعب برجل الشمال والجناح الشمال يلعب برجل اليمين. عملها في اخر مباراتين في افريقيا ونجح فيها. ولكن استمراره على هذا الوضع بوجود جيرالدو ناحية الشمال وقفشة ناحية اليمين، اللي قفشة ما بيعرفش يلعب الناحية اليمين من وجهة نظري، وان اسهل ان جيرالدو يروح يمين وقفش يبقى في النص واجايين ناحيه الشمال، وممكن عمل كده الشوط الثاني وكنا اخطر الشوط الثاني. فاحنا ادينا للمنافس 45 دقيقه الشوط الاولاني هو بيتحكم فيها. خط الدفاع فيه مشاكل كبيره جدا في المساحات اللي موجوده ما بين رامي ربيعه ومحمود. يعني عايز تقول يا كابتن فوزي ان في بعض الاخطاء اللي لازم تتعالج خلال الفتره اللي جايه، وده امر بيبقى طبيعي يعني في كره القدم. ده اكيد، وخصوصا ان اللعيبه بقى لها 5 شهور مش متواجد. بالظبط. خلي بالك بعد فتره من لعب المباريات. فاللعيب بيبقى يعني الطبيعي بتاعه بيتحرك بقى بصوره اليه. دلوقتي انت لازم تعيد تفكير اللاعبين تاني وتذكيرهم بما يحدث في المباريات. عشان كده اعتقد ان احنا المباريات دي مهمه جدا 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 للتحضير لافريقيا. وبعدين احنا ده كويس ان احنا بنقع دلوقتي عشان نقدر نقوم ونحط ايدينا على النقط السلبيه اللي موجوده عشان نعيد شافها مره ثانيه ونحاول نعالجها ان شاء الله. اعتقد المباريات دي تحضيريه لافريقيا، وانا الحمد لله الحمد لله ان الكلام ده بيحصل دلوقتي. بالظبط. انا بشكرك يا كابتن احمد، شكرا جزيلا. الكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق والحارس لعدد من انديه الدوري الممتاز على مدار سنوات عديده كان معانا من خلال تطبيق زوم، واتكلمنا معاه في بعض الامور الهامه جدا. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون عندنا الترند العالمي، لان بصراحه مفيش صوت يعلو دلوقتي عن الهزيمه الثقيله قوي قوي اللي تعرض ليها فريق برشلونه امبارح 8-2. بعد الفاصل تفاصيل كتير، يلا.
اهلا بحضراتكم من جديد. وفقره الترند العالمي وبيبقى فيها اخبار كتيره جدا، لكن اهم خبر بصراحه والناس كلها بتتكلم فيه هو فعلا خبر ترند، هو هزيمه برشلونه بالامس بنتيجه 8-2 امام بايرن ميونخ، لان بصراحه ما حدش كان يتخيل اطلاقا ان ده يحصل. عشان نتكلم بصراحه اكتر، التوقع او التوقعات معظمها كلها كانت رايحه في اتجاه ايه؟ ان برشلونه هتكسب، او عفوا بايرن هيكسب، لكن ممكن تبقى النتيجه كبيره 4-5، لكن مش 8 كتير قوي، ونتيجه مهينه سواء لبرشلونه او لليونيل ميسي. وكويس قوي ان مفيش مباراه اياب، وان الدور ده من مباراه واحده طبقا طبعا الاجراءات اللي حصلت بسبب فيروس كورونا. طبعا النهارده في مباراه ما بين مانشستر سيتي وليون، وكمان في مباراه اخرى مش النهارده هتكون ما بين باريس سان جيرمان ولايبزيج الالماني. نشوف الترند العالمي، يلا. حساب اي بي ال وورلد على تويتر نشر تصريحات لبيكي عقب مباراه بايرن قائلا: مباراه اليوم كانت عار علينا. حساب بايرن ميونخ على تويتر نشر فيديو للاعبي البايرن اثناء خروجهم من الملعب والجماهير تصفق للاعبين. حساب جول العالمي على تويتر بيقول ان ميسي سيغادر برشلونه في عام 2021 اذا لم تكن هناك اعاده هيكله كامله للنادي. صفحه ليفربول على فيسبوك نشرت صوره ليورجن كلوب وعلقت: صانع المعجزات افضل مدير فني في الدوري الانجليزي الممتاز. واخيرا حساب بلس 90 على تويتر نشر فيديو وعلق: لا مجال للصدفه في كره القدم الالمانيه، هناك خطه دائما لكل شيء. ده حقيقي. طيب خلينا نبتدي بخبر او بحساب اي بي ال وورلد على تويتر، واللي نشر تصريحات لبيكيه. وبيكيه في الحقيقه بعد المباراه امبارح اتكلم بشكل قوي جدا الراجل، والثقافه دي برضو يا جماعه مهمه قوي، ان انا ابقى خسران بنتيجه مذله زي دي واطلع اتكلم عادي مفيش مشكله، ده اللي بيحصل بره دايما. قال ايه؟ قال مباراه اليوم عار علينا. كمان قال فيما هو اكبر من ذلك واكثر من ذلك، قال: يا جماعه لو انا سبب من ضمن الاسباب انا مستعد ان انا امشي من برشلونه، النادي محتاج تعديلات في كل الجوانب الخاصه بيه، لازم تكون موجوده عشان يرجع برشلونه لسابق عهد. طيب يعني ده كان ابرز شيء في الترند العالمي. خلينا سريعا نروح لمشاركات حضراتكم على صفحات القناه المختلفه، وتحديدا فيما يتعلق بسؤال الحلقه وهو رايكم في السبب اللي ادى للهزيمه الكبيره لبرشلونه 8-2 امبارح. خلينا نبتدي بايمن سلامه، قال ان السبب الدفاع. محمد عرابي قال التوتر بشان فيروس كورونا والاحداث الغير منتظمه بين لاعبي الفريق والجهاز الفني، وشكرا. ماشي. مصطفى محمد قال الاداره والمدرب اداره بخيله رغم ان النادي فيه فلوس والمدرب مش بتاع ماتشات كبيره، ومفيش لعيبه ميسي وشتيجن اللي شايلين برشلونه بس. احمد قال عدم الاستقرار الفني. محمد سعد كمان قال ايه؟ قال المدرب فاشل والاداره غير ناجحه، وفي الحقيقه يعني الاتهامات كلها رايحه في اتجاه اداره برشلونه برئاسه بارتوميو رئيس نادي برشلونه، واللي هيكون في كلام كتير. مبدئيا كده سيتين خلاص يعتبر رحل عن برشلونه، وفي مفاوضات مع اكتر من مدرب عشان يقود الفريق. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره حلقه جديده وموضوعات مختلفه، استنونا. سلام.